السيد المسيح إلى الهيكل في الثاني من شهر شباط، وتحتفل به الكنيسة الأرمنية اليوم 14 شباط. بس راح أحكي لكم عن شمعون الشيخ. في هذا اليوم هو تذكار الكاهن والشيخ الوقور سمعان الذي حمل على يديه الطفل يسوع عندما جاءت به أمه مريم إلى الهيكل بعد 40 يوم من وضعه إياه لتتم مراسيم الشريعة. يتبين لنا من خلال هذه الكلمات إن قدوم المسيح المخلص كان منتظراً بفارغ الصبر. إن الله اختار هذا الكاهن الورع لكي يحمل كلمته المتجسد لا بالوهم ولا بالخيال بل بالحقيقة، كما سبق واختار من بين النساء مريم العذراء لتكون أماً بالجسد لابنه الوحيد الذي هو من جوهره الإلهي. لم يتح للأنبياء ولا للرسل أن يعاينوا المخلص ويسروا به، على حد قول السيد المسيح في إنجيل متى الإصحاح 13 إذ قال: الحق أقول لكم أن كثيرا من الأنبياء والصديقين تمنوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما سمعان الشيخ فإنه سر إذ أنه رأى بأم عينه الطفل الإلهي، وكان متأكدا بأنه هو الموعود به، لأنه أوحي له بالروح القدس أن يأتي إلى الهيكل ليستقبل الطفل المبارك. ولما حمله على يديه الطاهرتين شعر بغبطة فائقة الوصف، وكان نصيبه كهؤلاء الذين شاهدوا السيد فغبطهم، قائلا في إنجيل متى إصحاح 13 أيضا عندما قال: أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، وطوبى لآذانكم لأنها تسمع. مد الشيخ سمعان ذراعيه ليحمل عليهما المعزي، وكأن العالم أجمع اجتمع معه في ذلك. ضمه إلى صدره فشعر بلاهوته، وحينئذ اطمأن إن الله افتقد خليقته وتم ما وعده الصادق، فأرسل ابنه معزيا للبشر. ولما لم يعد هذا الشيخ ينتظر فرحة تضاهي هذه الفرحة، وكان الله قد وعد بأن لا يريه الموت قبل أن يرى المخلص، وبعد أن نال غبطة مشاهدة المعزي طلب من الله عتقه من هذه الحياة بقوله: الآن تطلق عبدك بسلام يا سيد حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. يجب علينا أعزائي أن نلتمس اليوم تفسيرا جديدا بقصد الله بشأن ما كتب في الإنجيل عن سمعان الشيخ الذي كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس إنه لن يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. ماذا كسب شمعون من رؤية المسيح؟ هل هذا فقط ما وعد به، إنه سوف يعاين ابن الله دون أن يجني أي ربح من رؤيته؟
أم أن هناك عطية ما تليق بالله مخفية في هذه القصة، عطية استحقها سمعان المبارك وحصل عليها بالفعل؟ نقرأ أن المرأة النازفة الدم لمست هدبة ثياب المسيح وشفيت بالحال. إذن إذا كانت قد حصلت مثل هذه الفائدة من مجرد لمس طرف ثوب المسيح، فماذا نفكر بشأن سمعان الذي تلقى الطفل على ذراعيه؟ لقد حمل على ذراعيه وظل يبتهج ويتهلل. لقد رأى إن الطفل الصغير الذي يحمله قد جاء لكي يطلق سراح الأسرى وأن يحرر سمعان نفسه من قيود الجسد. عرف سمعان إنه ما من أحد يقدر أن يطلق الإنسان من سجن الجسد برجاء الحياة الآتية إلا المسيح الذي ضمه إلى صدره. ومن ثم يقول له: الآن تطلق يا سيد عبدك بسلام، لأنني ما دمت لم أحمل المسيح ولم أضمه إلى صدري فأنا سجين عاجز عن الإفلات من القيود. هذا لا ينطبق أعزائي على سمعان فحسب، بل ينطبق أيضا على كل الجنس البشري. من يرحل من هذا العالم ويفرج عنه من سجن المقيدين لكي ينطلق ويملك، ينبغي عليه أن يأخذ يسوع بين يديه ويحمله على ذراعيه ويحتضنه ويضمه إلى صدره. عندئذ فقط يمكنه الانطلاق بفرح وابتهاج نحو ما يشتاق إليه. أعزائي المؤمنين، تأملوا اليوم عظمة العمل الخلاصي الذي حصل لكي يستحق سمعان أن يحمل ابن الله أولا. تلقى استجابة من الروح القدس بأنه لن يذوق الموت قبل أن يرى المسيح الرب، وثم دخل الهيكل لا مصادفة أو عن سذاجة، بل بوحي من روح الله. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، يقول معلمنا في رسالته إلى روميا الإصحاح 18. لذلك قاده الروح القدس إلى الهيكل. إن كنت ترغب في حمل يسوع واحتضانه وضمه إلى صدرك وأن يفرج عنك من قيود هذا السجن، يجب عليك أنت أيضا أن تجاهد بكل قوة لكي تنال روح يهديك، روح يأتي بك إلى هيكل الله. انظروا أعزائي، إننا اليوم نقف في هيكل الرب يسوع، أي في كنيسته. هذا هو الهيكل المبني من الحجارة، ولكن الحجارة الحية كما يقول معلمنا بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الثاني. لكننا نقف حقا في هيكل الله عندما تكون حياتنا وتصرفاتنا تستحق أن يطلق عليها لقب كنيسة. إن جئتم اليوم إلى هذا الهيكل بالروح مثل سمعان، سوف تجدون الطفل يسوع وسوف ترفعوه على ذراعيكم وتقولوا: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام.
لاحظوا إنه قد تم إضافة السلام للرحيل والانطلاق، إذ إنه لم يقل أريد أن أنطلق، بل أطلق عبدك بسلام يا سيد. ونفس هذا الوعد أخذه إبراهيم أيضا في العهد القديم عندما قيل له: وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. تكوين 15. من هو الشخص الذي يموت بسلام إلا ذاك الشخص الذي عنده سلام الله الذي يفوق كل عقل، السلام الذي يحفظ قلب من يقتنيه. يقول معلمنا في رسالته إلى فيليبي الإصحاح الرابع: من هو ذاك الشخص الذي ينطلق بسلام من هذا العالم إلا ذاك الذي يفهم كما يقول معلمنا في رسالته إلى كورنثوس: إن الله كان في المسيح مصالحا العالم مع نفسه. من هو هذا الشخص إلا ذاك الذي ليس فيه أي شيء معارضا ومعاديا لله، بل قد اقتنى بداخله كل سلام وكل انسجام بالأعمال الصالحة. هكذا أعزائي ينطلق بسلام ليذهب إلى الآباء القديسين الذين ذهب إليهم أيضا إبراهيم. ولماذا نتكلم عن الآباء؟ بل يذهب إلى رب الأرباب ورب البطاركة وسيدهم ذاته إلى يسوع، إذ قيل في رسالة معلمنا إلى فيليبي الإصحاح الأول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. ويكمل حديثه في رسالته إلى غلاطيا الإصحاح الثاني يقول: فذلك الذي يجرؤ أن يقول: أحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. ليتنا أعزائي أن نصلي اليوم حتى يمكننا نحن أيضا أن نقف بالهيكل ونحمل المسيح ونحتضنه لكي نكون مستحقين للانعتاق والانطلاق نحو الحياة الأفضل. شمعون انتهت مهمته بالحياة واستحق أن يغادر هذه الحياة، وطلب أن ينطلق منها ليعلمنا درسا خالدا في الإيمان. فلو لم يكن شمعون ولم يفهم بأن هذه الحياة تنتهي، ففهم أن الحياة تكون أبدية. مهما كانت الحياة أعزائي الإنسان متعلق بها، حتى لو كان مريضا يكون ما يكون متعلق بهذه الحياة، لكن عندما يؤمن أن هناك حياة أبدية، هناك سعادة في السماء للأبرار والقديسين، يتمنى مثل ما تمنى الرسول بولس إذ يقول: لي اشتهاء أن أنطلق وأن أكون مع المسيح، ذاك أفضل لي. فالدروس التي نتعلمها من حادثة تقديم الرب يسوع إلى الهيكل: أولا، علينا أن نربي أولادنا تحت الناموس، أن نكون متمسكين بالشريعة، أن نقوم بكل الفروض والفرائض الموضوعة علينا. هي ليست نقض الشريعة، بل أيضا الطقوس التي تأمر بها الكنيسة أن ننال نعمة عظيمة من الرب لكي نكون من المؤمنين.
كما ربت العذراء مريم ابنها الرب يسوع الذي يذكر الإنجيل المقدس كما قرأنا. كان الفتى يكبر بالقامة عند الله وعند الناس. ثانيا، أن نؤمن إيمانا تاما بالأبدية وأن نقتدي بشمعون الشيخ. لو لم يذهب شمعون إلى الهيكل رغم شيخوخته، رغم تعبه، رغم مرضه، لما نال هذه النعمة العظيمة أن يحمل الرب يسوع ويقدمه إلى الرب. فهو رب الهيكل الذي يقدم إلى هيكل الرب في مثل هذا اليوم. ولنفهم أن حياتنا فانية ولا بد أن تزول، لكن هناك حياة أبدية. في هذا اليوم أعزائي نسأل الرب يسوع ونحن نعيد عيد دخوله إلى الهيكل، نسأله أن يباركنا ويبارككم جميعا، ونعمته تكون معكم في كل عيد وفي كل الأعياد، وأن يجعلنا جميعا مقتدين بشمعون الشيخ، أن لا نضيع فرصة الذهاب إلى الكنيسة والاهتمام بأن نحمل الرب يسوع ليس فقط على ذراعينا كما فعل شمعون الشيخ، بل في قلوبنا، حتى نقدر أن نقول ما قاله بولس الرسول بأن ليس أن نصلب المسيح على ذراعينا، بل أن نصلب نحن مع المسيح. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. آمين.